بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته أجمعين. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامجكم اليومي دروب الهدى. فأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج، وكالعادة يمكنكم أن تطرحوا مختلف الأسئلة والاستشكالات. نستضيف لكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ إبراهيم العمر كل، باحث في الفكر الإسلامي، ونتحدث اليوم عن الفقه التيسيري والتبشير. فدين الله يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وغيرها من الأحاديث والآثار الواردة في هذا المعنى. فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بك في هذه الحلقة من برنامج دروب الهدى. مرحبا. في البداية، ما معنى هذه الأحاديث والآثار الواردة في أو الآمرة بالرفق واللين مع المسلمين؟ الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. من خصائص هذا الدين العظيم الذي اختاره الله للبشرية دينا خاتما، من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، من خصائصه الكبرى التيسير والرفق ورفع الحرج. ومن جوامع الأدلة على ذلك الأدلة الكلية قول الله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذا الدين دين رحمة، أي أخرج الناس من العنة والمشقة، ووضع عنهم الأغلال والإصر الذي كان عليهم في بعض الديانات والشرائع السماوية من قبل. فحين اختاره الله دينا للبشرية على مر الزمان وبمختلف الألوان والشعوب والأعراق والجهات، فإنه كان دينا جامعا يتسم بالليونة والمرونة، ويستوعب بأحكامه وتشريعاته الناس جميعا. فهذا هو معنى الرفق ومعنى الرحمة واليسر في الشريعة. والرفق مبدأ إسلامي، يريد الإسلام من المسلم أن يتحلى بالرفق في كل حياته، فيتزين به ويكون سمة في تعامله مع الناس وفي تعامله مع المسلم وغير المسلم وفي حياته كلها. نجد أن معذر على المقاطعة، نجد أن بعض الآثار والأحاديث ركزت على الرفق واللين فيما يتعلق بالأخلاق والمعاملات، هل لذلك معنى ودلالة؟ نعم، أنا قلت أنه هناك أدلة تدل على أن الإسلام كله جاء باليسر. نعم. الشريعة كلها جاءت، شريعة كلها رحمة وعدل كما يقول ابن القيم رحمه الله. وفي تفاصيل الأحكام وجزئياتها نجد أمثلة لا تحصى لهذا اليسر وهذا الرفق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وعندنا من القواعد الفقهية التي بنيت عليها الأحكام، عندنا لا ضرر ولا ضرار، وعندنا المشقة تجلب التيسير. فكل ما فيه ضرر، كل ما فيه عنة ومشقة، فهو منفي عن أصل عن هذا الدين وعن أحكامه وتشريعاته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. والقاعدة الفقهية تقول: الضرر يزال والمشقة تجلب التيسير. وديننا هو دين الرخص. الرخصة كما عرفها الأصوليون هي حكم تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع بقاء سبب الحكم الأصلي. فحين يوجه الشارع حكما ويكلف بتكليف، ثم يتعذر القيام به نظرا لعوارض ظروف طارئة، فإنه يأتي بحكم آخر بدله يسمى بالرخصة. لذلك الرفق يمكن أن نقول أنه صفة تطبع هذا الدين وهذا الشرع، وهي أيضا مطلوبة أن تكون خلقا للمسلم حتى فيما لا يتعلق بالتعبديات.
في تعامله مع الناس كما كانت خلقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن نفرا من اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، ففهمت عائشة كلامهم فقالت وعليكم السلام واللعنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت أولم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟ قال سمعت فقلت وعليكم. فحتى في الخطاب مع اليهود على ما يضمرون ويظهرون من العداوة والبغضاء وما يخبر القرآن به عنهم وما تشهد تصرفاتهم به، نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى ويزجر من رد عليهم بالمثل، ويخاطبهم صلى الله عليه وسلم بأدب ورفق. لذلك هذا الرفق كما قلت يريد الإسلام منا أن يكون صفة لنا في حياتنا كلها في تعاملنا مع الناس. وإذا أخذنا أمثلة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع غير المسلمين وفي تعامله مع المسلمين من الجوفاة وحديث العهد بالإسلام والأعراب وأهل البادية اللي دائما في طبعهم جفاء وغلظة، وحتى في التعامل مع البهائم والحيوان، فعندنا المثال هذا اللي تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في قصة هذه قصة السام، وقصته مع الوليد مع عتبة بن أبي ربيعة حين جاءه مبعوثا من قريش فقال له سفهت أحلامنا وفرقت جمعنا، إن كان ما بك النساء زوجناك، اختر 10 من نساء قريش، وإن كان ما بك المال جمعنا لك من المال، وإن كان ما بك السيادة سودناك علينا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى إغراءاته وإلى حديثه بأدب، حتى إذا أكمل كلامه قال له أفرغت يا أبا الوليد. انظر كيف يخاطبه، كيف يستمع له صلى الله عليه وسلم بأدب، ثم إذا أكمل كلامه سأله هل ما زال باقي عنده شيء يحب أن يقوله، فيستمع له صلى الله عليه وسلم بأدب، ثم يناديه بالكنية التي تدل دائما على التوقير، هذا عند العرب إجلال، أكنيه حين أناديه لأكرمه، فهي من الإكرام عندهم. فرغت يا أبا الوليد. وكذلك أيضا في تعامله صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي في القصة التي أخرجها البخاري في الصحيح أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد وبال فيه، فقام الصحابة إليه ليزجروه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنه وقال لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بولته، وتركه حتى فأمرهم أن يريقوا عليه ذنوبا من ماء، ثم قال له إن هذه المساجد لم تبنى لهذا وإنما بنيت لذكر الله والصلاة. فعلمه صلى الله عليه وسلم بأدب وتعامل معه برفق، فما كان من الأعرابي كما هو مشهور إلا أن قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحد. فهذا الرفق اللي يصير هذا الأعرابي الجافي يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة هو خلق، إذا تعاملنا به مع المعاندي ومع المعادي نجعله يشفق علينا ويتراجع عن عناده وعن شقاقه. وهذا في خطاب القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبينه، فقد قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، والتي هي أحسن منها الرفق ومنها الحلم ومنها اللين وكل هذه المعاني الجميلة. فضلت الشيخ أيضا في الحديث دائما عن التيسير يأتي موضوع الخطاب الدعوي ودعوة الله سبحانه وتعالى وتعامل الدعاء مع غيرهم من الناس وكيف يدعو الناس، هل يدعوهم بخطاب التيسير إلى الشريعة وتيسيرها لهم وتحبيب القرآن والدعوة لهم أم غير ذلك؟ يعني نتيلة موضوع التيسير في الخطاب الدعوي والتيسير في
نعم، من مميزات الخطاب الدعوي الصحيح، الخطاب الدعوي المستضيء بنور النبوة، أن يكون التيسير سمة بارزة فيه، أن يكون كما يسميه شيخنا القرضاوي التبشير في الدعوة والتيسير في الفتوى، لأنه إذا نزلت بالناس نازلة تعم بها البلوى أو يعني يحتاجون إلى بيان الحكم الشرعي فيها، فإن العالم الرباني ينبغي أن يخاطب الناس وأن يبحث لهم عما هو أيسر، وليس معنى اليسر الذي نتحدث عنه التحلل من الأحكام، لا وترخص. نعم، هو هناك مشقة وهناك ضرر نفاه الشارع، وأن هناك المشقة الفادحة التي نفاها الشارع عن الشرع، ولكن الغرض ما يدفع عن الناس الأذى في حياتهم وييسر عليهم أمورهم. فالعالم الرباني ينبغي أن يكون ميسرا في فتواه وفي بيانه للشرع، والداعية المربي ينبغي أن يكون مبشرا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا بالخير، أن يكون مبشرا في خطابه وفي توجيهه وفي دعوته. مثلا بعض المنحرفين أو أصحاب الخطاب الدعوي غير المبشر ينطلقون من النقطة التي انطلق منها الخوارج تقريبا، أن المجتمع إما كافر مرتد، إما ضال مبتدع، إما فاسق منحل، فليس هناك، ينظرون إلى المجتمع وكأنه هالك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم. ففي مثل يقول أنه أن توقد شمعة خير من أن تلعن الظلام، هذا أصيل في الشرع. الشارع يريد من الداعية أن يكون حلوا في خطابه وأن يبشر الناس مهما عصوا ومهما ارتكبوا من المخالفات الشرعية، فإن باب التوبة مفتوح، فيحدث عن توبة الله على عباده التي تبدل سيئاتهم حسنات، وعن رحمته سبحانه التي كتبها رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، ثم ينطلق من النقاط الإيجابية في المجتمع ليبني عليها. فإن هذه الأمة لا يزال فيها خير، شرار الناس هم الذين تقوم عليهم الساعة، وأما قبل ذلك فلا يزال في الناس خير وبركة وهدى، ينبغي أن يبني عليه الداعية في إصلاحه، إنه هذا لا يتنافى مع وجود فساد كثير، لكن مع ذلك الناس مسلمون. مثلا الآن المساجد ممتلئة بالمصلين، صلاة الصبح، صلاة الظهر، حتى يعني لا فرق بين الأوقات الليلية والنهارية، والإقبال إلى المسجد جعله الله من شعائر الإيمان، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، ولا يداوم على الوضوء إلا مؤمن. فهناك كثير من مظاهر الإيمان، لكنها في نفس الوقت طبعا لا تنافي حدوث المخالفات وما يحدث من المعاصي التي تحتاج إلى أمر بمعروف ونهي عن منكر، لكن ينبغي أن لا يتعامل مع المجتمع وأن لا يخاطب المجتمع على أساس أنه منحرف كله، ليست فيه خيرية. نعم، أشرت إلى موضوع التيسير أو التيسير في الفتية، وتعلم أنه نشأ فقه حديث يسمى فقه التيسير، وتحدث عنه بعض العلماء، وهو كيف على كل حال كيف نفهم السادة المشاهدين هذا المعنى فقه التيسير، وما معنى أن يكون الداعية أو الفقيه أو العالم أن ييسر على الناس في الفتية، ما معنى ذلك؟ شوف، هو المفتي لا يتكلم انطلاقا من هواه، ولا يحدث الناس بالتشهي، وإنما يحدث الناس بالأحكام. فالتيسير والمصلحة، هذه المعاني كلها شرعية، كلها مأخوذة من الشرع، ولم يأخذها الإنسان بعقله. إن الشريعة على المصلحة مبنية، لكن على اعتبار قد دل وضع الشرع لا عقل الفتى، فهناك مصالح كثيرة جاء بها الشرع ما كان العقل البشري يدركها. فلذلك المفتي إذا نزلت نازلة إنما ينظر في الأحكام، في الأدلة والنصوص، وفي أقوال أهل العلم
المنطلقة من النصوص. فأحيانا مثلا هناك من يقول إن الأصل في الأشياء الحرمة، لكن هذا قول ضعيف. فإذا أخذنا بأن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن الله عز وجل قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وسكت عن أشياء رحمة بكم، ورجحنا القول وأفتينا بأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل شرعي، فهذا باب واسع من التيسير كثير. ثم إذا تعارضت الأدلة فكان هناك دليل مانع ودليل مجوز، فإن المجتهد، فإن الناظر في الأحكام الذي ينطلق من هذا الفقه ومن هذا المبدأ، إنه سوف يبحث للناس عما ييسر عليهم حياتهم في ضوء النصوص. أما إذا كانت النصوص تقطع الطريقة فإن تلك مصلحة متوهمة وليس فيها رفق وليس فيها تيسير. الذي يفتي الآن مثلا بأنه ينبغي أن تكون هناك مساواة بين البنت والابن في الميراث، هذه ليست مصلحة، هذه مصلحة إن كان مصلحة مزعومة الشارع ألغاها. الله عز وجل قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الذي يريد الآن أن ييسر على الناس بأن يجعل الطلاق بيد المرأة كما هو بيد الرجل، هذا ليس تيسيرا وليس مصلحة، لأن الطلاق بيد من يرفع الساق، فهو حق للرجل، ولا يتسع الوقت لبيان المفاسد المترتبة على جعله بيد المرأة مثلا. فنحن حين نتكلم عن فقه التيسير وعن فقه المصلحة فإننا إنما نتكلم عن فقه منضبط بالأحكام بالنصوص بالأصول الشرعية وليس خارجا عنها، وإلا فذلك هوى وقع فيه كثير حتى من الملحدين وحتى من الخارجين على المنهج الرباني. نعم. عفوا الشيخ، وردت أيضا نصوص في ذم التنفير والتعسير على المسلمين، وهذا يجرنا إلى الحديث عن المقابل، يعني الحديث عن الخطاب العنيف أو الخطاب المنفر والذي يغلظ القول على المؤمنين. هل هذا الخطاب منافي للشريعة ومعارض لنصوص الوحي وأدلته؟ نعم، خطاب التنفير وخطاب التشديد وخطاب التشهير بالناس ليس من منهج النبي صلى الله عليه وسلم ولا دعوته، لأن هذه الدعوة من خصائص خطابها هو التيسير والرفق واللين. فالله سبحانه وتعالى يقول مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم. أما إذا حصل الظلم، الإسلام إذا حصل الظلم وحصل الحيف والتطفيف في الجانب الآخر والخروج عن أدب الخطاب، الإسلام يريد منك أن تنتصر لنفسك وأن تدفع، كما أن لك بابا آخر هو باب العفو والصفح، لكن أيضا هناك باب آخر هو من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. منافقين غلو عليهم، وكذلك لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فتبقى حينئذ المسألة فيها عدل وفيها إحسان. فالعدل دائما هو قسري إجباري، والإحسان اختياري ويتفاوت الناس فيه. على كل حال، الخطاب الشرعي خطاب ينبغي أن يكون متسما بأدب الحوار والانطلاق من نقاط الاتفاق مع الخصم قبل نقاط الاختلاف، لأنه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. سبحانه. فنحن نؤمن بعيسى رسولا من عند الله، ونؤمن بما أنزل الله عز وجل عليه من التوراة، ونؤمن به كأحد أولي العزم من الرسل. فهنا نفتح شهية الخصم ونفتح الباب أمامه للحوار وللإقناع. آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. كذلك لما جاء وفد الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا القرآن فبكوا، القرآن أنزل فيهم آية تتلى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، فرغبهم القرآن
وعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بأدب ولطف، فدخلوا في دين الله أفواجا. فلذلك هذا الأدب القرآني في الخطاب مع الكافر، فضلا عن الخطاب بين المسلمين في المسائل الفرعية الخلافية العادية، فلا ينبغي أن يكون عنوانه التشهير والسب. حتى في أدب الجدليون مثلا، في الكلام على أدب البحث والمناظرة وفي الكلام على أدب الجدل، بعيدا عن هذه التربية الدعوية، يحذرون من هذا ويعتبرونه فشلا وضعفا في المنطق، نعم ضعفا في الحجة، في الحجة نعم. يعني الذي يلجأ إليه دائما ضعيف الحجة، والداعية الذي يخاطب الناس بدين الله ويريد أن يقنع بالإسلام منهجا وعقيدة وشريعة، ويعني عنده من الحجة والقوة في البيان ما يغنيه عن مثل هذا الخطاب السافر. ذكر السادة المشاهدين أننا في حلقة مباشرة من برنامج دروب الهدى، ونناقش الفقه التيسيري والتبشير، ويمكنهم كالعادة أن يتصلوا على البرنامج لطرح أسئلتهم واستشكالاتهم. معنا فضيلة الشيخ إبراهيم العمر كل باحث في الفكر الإسلامي. فضيلة الشيخ، من مظاهر التيسير، هناك مظاهر كثيرة للتيسير في دين الله سبحانه وتعالى، وتيسير في الشريعة الإسلامية. لو تحدثنا السادة المشاهدين عن بعض هذه المظاهر، مظاهر التيسير في الفقه الإسلامي وفي الشريعة، حتى يفهموا الموضوع أكثر. نعم. من مظاهر التيسير إنه شوف، نحن قلنا إن الرفق واليسر يريده الإسلام منا، كما هو كائن في تشريعاته وأحكامه يريده من المسلم خلقا في تعامله مع الناس. قلنا أن هناك أدلة إجمالية تدل عليه، هناك أدلة تفصيلية في خطاب الشرع وفي أحكامه وجزئياته. فالإسلام مثلا لا يحرم شيء، لا يسد باب الباب مطلقا، فإذا حرم بابا أحل بابا. مثلا الله عز وجل حرم السفاح أحل النكاح، حرم الربا أحل البيع. نعم. اسمح لي أن أستقبل أحد المشاهدين ثم نواصل إن شاء الله معكم. معنا الأخ الحاج من قرو. السلام عليكم الأخ الحاج. نعم أحمد زار حيك وحييك. نعم أحمد زار حيك وحيي الشيخ. حياك الله أخي الكريم، تفضل. هذا البرنامج تبع برنامج قيم. بارك الله فيك. تبع برنامج قيم شاكر سمع لي. الله يحفظك. الشيخ تقول عن الشيخ، أنا نقيم تبع السنة، تقول الشيخ عن القبض والسدد، أيهما هو السنة الصحيحة؟ أيوة حاضر. عندك سؤال آخر؟ سؤال من الدعاء. إن شاء الله سيدعو لك. عندي سؤال ثاني. أيوة تفضل. نعم عندي سؤال آخر، سؤال عن خاجة نافرين قال صلاة التسبيع. أيوة كان طيب صلاة التسبيع قال. حاضر واضح، سؤال واضح. بارك الله فيك أخي الكريم، سنجيب لاحقا على أسئلة السادة المشاهدين. معنا متصل. نعم، نواصل في الحديث عن مظاهر التيسير في الشريعة. تحدثتم عن البدائل التي تطرحها الشريعة دائما عندما تحرم شيئا تبيح مقابل له. قلنا أنه الله عز وجل قال مثلا أحل الله البيع وحرم الربا. نعم وأحل الله البيع أحل الربا، أحل البيع وحرم الربا، وأحل النكاح وحرم السفاح. نعم. فحل مثلا حرم الرشوة وشرع التهادي إن كانت له أسباب قائمة، ولم يكن السبب فيه مثلا الدعوة إلى الجور والظلم. فالخطاب هذه هي سمته، لا يسد شيئا مطلقا. الشريعة ليس فيها شيء محرم على الإطلاق، ليس في تصرفات الناس شيء محرم على الإطلاق، إنما يحرم كما يقال الخطاب التكليفي دائما مبني على خطاب الوضع. فهناك شروط وهناك أسباب وهناك موانع، لا بد من انتفاء الموانع وجود الأسباب وتوفر الشروط. فإذا لم تتوفر يعني هناك، هذا يدل على هذا مظهر كبير مظاهر الرفق، أنه ليس هناك باب مسدود على الإطلاق. ثم من هذه المظاهر التي
نجدها دائما في تفاصيل الأحكام، وفي زيادتها الرخص التي تحدثت عنها. مثلا الله عز وجل نعم رخص السفر والقصر، تقصير في الصلاة، أن تصوموا خير الفطر، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لم يجد من كان منكم مريضا على سفر أو بي اسمح لي أن أستقبل أحد المشاهدين، الأخ يوسف من الزوارات. السلام عليكم الأخ يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. يا مرحبا، أهلا بك. لأنذر الرفاقية صار الدعاء إن شاء الله، سيدعو لك وليساد المشاهدين إن شاء الله في نهاية في نهاية البرنامج. حياك الله أخي الكريم. أنا ما أكمل فضيلة الشيخ. نعم، قلنا مظاهر التيسير في الشريعة. نعم، في القصة اللي حصلت لعمرو بن العاص رضي الله عنه عندما كان قائدا لسرية من سرايا المسلمين، فأجنب احتلم وكان جنبا، فتيمم وصلى بهم وهم على وضوء، فلما جاءوا أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فسأله فقال إني سمعت الله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وكان الوقت وقت برد شديد فخاف على نفسه، فهو أدرك هذه الرخصة العظيمة، وهي أن الإسلام فعلا يا أيها الذين آمنوا الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولكن مع ذلك إذا اشتد البرد وإذا حصل الضرر وحصل المرض فإن الإسلام يأتي بالبديل، يأتي بالعوض، يأتي بالرخصة التي تكون في متناول الناس وفي وسعهم، وهذا طابع في الأحكام كلها. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار كما في حديث ابن عباس ثابت في الصحيح، يسلفون في الثمار السنة والسنتين، أي أنهم يأخذون أذمان الثمر التمر قبله بسنوات، وهذا من بيع المعدوم وفيه ما فيه من الغرر والجهالة. فلما كان هذا كانت هذا أصلا ممنوع، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فرخص لهم الشارع فيه، فمن أسلف فليسلف في كيل معلوم من وزن معلوم إلى أجر معلوم، فأباح للناس هذا الباب. وهكذا في العرايا، وهي مشتملة كما تعلمون على بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر، وهو ينقص إذا جف، قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نعم، قال فلا إذن، لأنه أيضا الشك في التماثل عند الفقهاء كتحقق التفاضل، فشرعها الله لهم رفعا لما يكون من حرج مزاحمة الإنسان في حائطه. نعم، معنا الأخت يسلكها من باسكنو. السلام عليكم. سلكها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور. أيوة. أنا عندي جار مسلم، عندي سلك من كرة. أيوة. وشوف هذا، وعقلت لاحظت على إنه يجر مسلسل، دارته الشيخ يوضح لي كان ياك ما لحق المشكلة. طيب، الله المستعان. بارك الله فيك. عندك سؤال آخر؟ مسلسلات ما عندي نقطة من هو مالي الآن ولا ينتفعوا به. طيب. وضح لي عقلة في المجر مسلسلات. شوفته ياك ما بمشي. أوكي، بارك الله فيك. في متصل آخر؟ نعم، نواصل فضيل الشيخ مظاهر التيسير. نعم، قلت مثلا هذه مسألة ترخيص في بيع والنسخ في الشريعة معروف عند الأصوليين، رفع خطاب، رفع حكم شرعي بخطاب متأخر عنه إذا كان فيه على الناس مشقة. مثلا الصدقة، قيام الليل في بداية النبي صلى الله عليه وسلم في بداية بعد مجيئه للمدينة مهاجرا صلى الله عليه وسلم، كان الناس يكثرون من مناجاته بعض لأمر غير مهم، فكانوا كان واحدين مثلا يطلبون بها المكانة عند الناس، شاف واحد واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم والله مجاب دمع، فشرع الله فرض الله عليهم صدقة يتصدقون بها كلما هم أحدهم بمناجاته، فشق هذا عليهم أنه قد لا يكون في وسعي هذا في وسعي كثير من الناس، فلما حصلت المشقة الله عز وجل رفع عنهم هذا الحكم، قال أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فرفع عنهم هذا الحكم، قالوا إنه من الأحكام التي نسخت ولم يعمل بها أحد. بعضهم يقولون علي رضي الله عنه عمل به. من النسخ
من عناوين التيسير في الشريعة. نعم. معنا الأخ محمد من قرو. تفضل أخ محمد. محمد تفضل أخي. نعم. أي نعم الأخ محمد تفضل. أهلا بك، أهلا صنعت الأخ أخي الكريم. بتراجع عندي سؤال قبيس ساعة الاتصال هذه. آه طيب، ساعة الاتصال حديث الساعة. أيوة أيوة واضح. كان جائز ولا ما جائز حكم تحقيق المناطق كانت تدخل باب البيع ولا باب الإجراء. طيب عندك سؤال آخر؟ لا سؤال واحد. بارك الله فيك، بارك الله فيك أخي الكريم. نعم نواصل. نعم بالحقيقة في تفاصيل الأحكام وأبوابها وجزئياتها كثيرة جدا. ولا كثيرة جدا. فضيلة الشيخ، أيضا فقه التيسير والتعسير اللي هو أيضا ضوابط من مهم جدا، ونحن نتحدث عن التيسير والتبشير، وذكرنا أنه سيمة بارزة من مظاهر الشريعة، أنه نتحدث أيضا عن بعض الضوابط التي لا ينبغي تجاوزها في موضوع التبشير. جميل صحيح. نحن ذكرت لك في البداية أن الأصوليين يذكرون في الكلام على الفقه الاستصلاح وفقه المصلحة أن هذه المصلحة لا بد أن يكون لها أصل شرعي. نحن حين نيسر على الناس إنما نيسر عليهم بالأحكام والنصوص لا بالهوى، فالهوى تيسر به العلمانية في زعمها، ويسر به اللادينيون المتمردون على الأحكام. فنحن أول ضابط هو أن ننطلق من نصوص الشرع وأصوله الثابتة في كل ما نقوم به. فإذا أفتى المفتي بالتيسير وفقه المصلحة ورفع الحرج، فإنه ملزم بأن يكون ذلك له أساس شرعي. نعم، اسمح لي أن نستقبل مشاهدة ثم نعود إلى موضوع الضوابط. الأخت مقيبيلة من قشوشت، السلام عليكم. ابن انقطع الخط بالأخت. نعم. بالنسبة للضوابط قلنا لا بد أن يكون مثلا منطلقا من أصل شرعي، ثم إذا كان في المسألة في الفتوى مثلا تيسير على الناس أو رفع حرج، لا بد من تحقق مثلا إذا أفتى إذا تعارضت الأدلة أو اختلف العلماء فأراد أن يأخذ بالقول الذي فيه تيسير، لا بد من تحقق مشقة حاصلة، فالمشقة لا تكون أيضا متوهمة، لا بد أن تكون ثابتة وأن تكون واقعة. نعم. معنا الأخت مقيبيلة مرة أخرى. تفضلي أخت مقيبيلة. نعم تفضلي أختي بسؤالك. أرجو من الباقي الصالح الدعاء إن شاء الله. السؤال أخبار الصلاة. أيوة تفضلي بسؤالك. تفضلي. صلاة الشفاء والوتر إنزين عام صلاة الشفاء والوتر. أيوة. عام الوتر ما واجب حد يعدل وقاعد أنه يا الله لين يجت لي الشفاء والوتر عام الصلاة التالية من الوتر تعود واقف كان جايز كانوا قد يصليها قاعد والله لا بد من يوقف. حاضر واضح جدا. وفي أخبار الطهارة. أيوة. وأنا أعرف أخبار الطهارة. أيوة. حد صلي الطاحة. أيوة. ودخل والساحة معدل طهارة شامة. أيوة. كان لابد داله لأمراض من الدوش، لابد داله من يتواضع. تابع لك الطهارة والله يستكفى الطهارة. واضح جدا. سؤال واضح جدا، بارك الله فيك. بارك الله فيك. سنبدأ بالإجابة على بعض الأسئلة، عفوا نكمل الموضوع الضوابط. أولا قلت إن الأصوليين ذكروا في ضوابط الاستصلاح، وهي تقريبا هي نفس ضوابط التيسير على الناس. نعم. أن في التيسير جلب مصلحة. أن تكون المصلحة متحققة على متوهمة. غير متوهمة. ثم أن يكون لها أصل شرعي، لا يمكن أن تكون المصلحة ملغية شرعا، لا بد أن تكون لها أصل، إما منصوص تندرج تحت أصل، إما منصوصة
منصوصة أو قياس أيوة أو قياسا على أصل معروف أو استصحاب أو يعني المالكية مثلا يستنبطون الاستدلال عندهم المصلحة المرسلة ويأخذونها من مجموعة أدلة وجزئيات تتواطأ مثلا على اعتبار مصلحة معينة فيأخذون من ذلك دليلا يبنون عليه الأحكام كما هو معروف. كذلك حتى عندهم في ترجيح الضعيف والفتوى به إذا كان فيه تيسير على الناس يشترطون له شروطا أن لا يكون شديد الضعف، أن يكون أصلا صدر ممن هو أهل للاجتهاد، ممن يقتدى بهم، ممن مثلا عرفته الأمة بالورع وبالعلم والعدالة، وأن يقوم سبب لترجيح هذا القول على القول. هو ممكن هذا السبب هو تقريبا حصول المشقة التي أشرنا إليها. نعم، نبدأ في الإجابة على أسئلة السادة المشاهدين، وإن وجدنا وقتا بعد ذلك نعود إلى الموضوع. الأخ الحاج سول عن القبض والسدل. على كل حال هذا موضوع ما شاء الله كثر فيه طويل الكلام، كثر فيه الكلام، فيه كلمة طريفة تروى عن شيخنا يحضيه لعبد الودود باه رحمه الله عليه أنه سئل عن القبض وهو كان يسدل، قال لهم القبض مندوب قامت غبرته، معناها مندوب وخط القدو، أنه هو الشريعة وهذا اللام من ربما مظاهر التيسير تفرق بين الواجب وغيره. الشاطبي يذكر أنه من اعتبار المندوب لا يكون الالتزام به دائما، يعني أنه أنت التزمته بشكل دائم ربما يلتبس بالواجب، وهذا ليس تقليلا من شأنه، لأنه كل ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به فينبغي أن يفعله المؤمن. بالنسبة للقبض سنة عند الحنفية وعند جمهور الشافعية وعن رواية عن الإمام أحمد ورواية حتى عن مالك، وعند المالكية رواية بكراهته في الفرض. والعلل التي ذكر فقهاء المالكية لكراهته انتقدها حتى فقهاء المالكية قالوا أنها غير مقنعة، قال خليله الكراهة والفرض لاعتماده وخوف اعتقاد وجوبه وظهار خشوعه، هذا كله قد ينسحب على السدل. وبالمناسبة خليل لم يذكره في المكروهات، في كلامه عن الفضائل والمندوبات فضائل الصلاة في كلامه عن السدل ذكر هذا. ومالك روي عنه أنه قال لا بأس به، ولا بأس به حملها بعض المالكية على الاستحسان وبعضهم على الإباحة، فقال إن القبض والسدل من باب المباحات. ولكن حين نعود إلى الأصول قبل خلاف الفقهاء فإن أحاديث صحيحة ثبتت في البخاري وفي الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ليس فيها أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبض. كل الأحاديث التي وردت أقواها حديث الموطأ، كان الناس يؤمرون بوضع أيمانهم على إيسارهم في الصلاة، فليس هناك حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضعوا، ولكن فعلا هناك حديث الصحابي عند أهل الحديث ذي المصطلح إذا قال كان الناس فإن هذا يعطى حكم الرفع، نعم حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أحاديث البخاري ترجم قال وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة للاستعانة، كرهنا للاستعانة، وهذا مما استدل به المالكية فقالوا الاستعانة إنما تكون عند التطويل، والتطويل محله النافلة فهي التي يحتاج الإنسان فيها للاعتماد. قال وكان علي يضع يمناه على يسراه إلا أن يصلح ثوبا أو يحك جسدا، فهو ثابت عن عدد من الصحابة، وثابت أيضا استدل عن عدد من التابعين لا أعرفه صحيحا عن أحد من الصحابة. والخلاصة التي أريد أن أصل إليها أن هناك أدلة تدل على الأمر بالقبض، ولأهل السدل أيضا ما يعتمدون عليه. هناك جزئية بسيطة في هذا الموضوع أحب أن أستوضحها منك ما دمنا تعرضنا للموضوع، ولو أنه يحتاج كما قلت استفاضة أكثر لا يوجد لها وقت الآن بالنسبة للبرنامج. المالك روى حديث عن أو أثر في الموطأ ما يتعلق بالقبض، وتعلم أن مشهور المذهب كراهة القبض،
يعني كيف يستقيم هذا؟ كيف هناك من اعتبر هذا، اعتبر أن نعم مالك تلامذة مالك يعني نقلوا عنه كراهة السدل، كراهة القبض، وهو رواه في الموطأ، لا يدل على الانفصام الذي حدث ما بين أصول المذهب وما ما 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 عليه المتأخرون؟ ليس في المسألة تخالف أو تضاد. الإمام مالك قد يروي حديثا وقد يصح لديه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقدم عليه ما تواتر عند أهل المدينة من عمل، سبحان الله، فقد يثبت شيء في السنة ويكون أهل المدينة عملوا بخلافه، وعمل أهل المدينة عند مالك منزل منزلة المتواتر، لأن هؤلاء كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والجيل الذي بعد ذلك والجيل الذي فيه مالك، فما روي هو يؤول الأثر على أنه إما أنه منسوخ وأنه كذا. نعم نعم تقريبا يؤولهم، حتى وحتى فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة وأمر به. يعني هناك باب الفضائل والمستحبات والمندوبات قد تختلف فيه الأدلة، وهذا بينه مالك لمحمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة حين جاءه فروى له حديثا صحيحا في أذان أهل الكوفة، وهو أذان الحنفية، تربيع التكبير وعدم الترجيع في الشهادتين، فقال له مالك، قال له لا أدري أذان، لا أقول هذا أذان يوم أو أذان يومين، هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع فيه الأذان كل صلاة. فحين قال له إن أبا حنيفة منع الوقف، أبو حنيفة قال الوقف غير مشروع، لأن الله تعالى يقول ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، والوقف سائبة لا يملكها أحد. فما الإمام مالك قال هذه أوقاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته وأصحابه، فسكت. فكان كلما ذكر له مسألة يروي فيها دليلا استدل عليه مالك بعمل ما هو موجود من العمل بين الجيل الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانه، فقال له رجعت ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت، سبحان الله، يعني أبا حنيفة. الأخ الحاج سوى أيضا عن صلاة التسبيح والتسابيح، هذه الصلاة هي نافلة يشرع فيها عدد من التسبيح في القيام وفي الركوع وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين، وردت فيها أحاديث ضعفها كثير من أهل العلم ومنهم من حسنها، بعضهم يقول إنها بدعة، يعني ما مدى هي، ورد فيها حديث وبعض الفقهاء استحسنها، وهذا الحديث بعضهم وصله إلى درجة الحسن ولكن الكثيرون ضعفوا. الأخ يوسف مزورات سول عن الأخت سلكة سودت عن قالت أنا عندها شعر عنه أعطيت السلك من كراه عنه شاهد مسلسلات إياك ما تأثم شراء مساعدتي. شوف هو أولا هي أصلا أعطته هذا السلك من باب الإرفاق، لأنه إرفاق جار حسن بالجاري، من باب الإحسان إلى الجاري، الآن مساعدته مثلا في الكهرباء وفي الضروريات اللي لا تقوم الحياة دونها، ولا ينبغي ولا يجوز أن يستغل الجار هذه المسألة في مخالفة ومعصية، ولا يجوز لجاره أن يعطيه على أساس أنه سيستغل هذا في معصيته، هذا لا يجوز. إذا كانت المسلسلات، وليس كل نظر إلى مسلسل حراما، يعني يتعلق طبيعة المسلسلات نفسها، نعم، طبيعة ما المنظور إليه. الذي أقوله أنه إذا كانت أصلا لم تعطي لهذا الأمر، هي قالت أنها أعطت له على وجه المنفعة، على وجه المنفعة هو كده سيستغله في غير هذا، ينبغي أن تنصحه. ما أنا لا أقول لها بمجرد أنها رأته ينظر إلى مسلسل تقطع عنه كهرباء، تقطع عنه المنفعة التي وتمنعه. نعم لا يجوز، لا أقول هذا، لأن المسألة أصلا قاعد ليس فيها جائز وليس فيها حرام، يعني باب الإحسان والإرفاق بالجار، وهذا مندوب إليه مستحب شرعا، لكن تنصحه وتأمره بالمعروف، فإن أدمن المعصية فإنه لا يجوز لها أن تساعده عليها، ولكن الاطلاع على هذا الأمر أيضا لا يكون بالتجسس، فهي الأكمل أن تعطيه وأن تنصحه وتأمره بالخير، فإن ظهر أو جاهر بالنظر إلى محرم أو اشتهر ذلك فإنها حينئذ
إن لم ينفع فيه الأمر بالمعروف كان لها أن تقطع. أخ محمد سول عن ساعة الاتصال. ساعة الاتصال الله المستعان، أنا عجبتني فيها كلمة كتبها أحد الزملاء. أخ الحريم الأخ يحيى الأخ كتب فيها بحثا جيدا أيضا. كلمة على كل حال باب الطرفة كتب أنه لا يزليها لوقتها إلا هو، إنما علمها عند ربي لا يزليها لوقتها إلا هو. أنا سمعت كلاما مختلفا للفقهاء والمشايخ، والذي يعجبني الذي أفهمه أن هذه الساعة أو الساعات، طبعا مهم أن نشير أولا الخلاف بعدين نعم نشير الخلاف حولها حتى يعني نعم كان واضح للسادة. نعم هي بعض أهل العلم بعض العلماء الشيخ محمد الحسن تحديدا عن تحقيق المناطق، الشيخ محمد الحسن أفتى بتحريمها وقال إنها بيع غرر، أنك أنت تدفع 1000 جنيه مثلا لشركة موريتال مقابل 60 دقيقة من المكالمات أو غيرها، وهذه الساعة نعم هذه الساعة ملك لك، فعودان الشركة تقول لك ليه ما تستعملها اليوم والله الصبح والله النهار الآخر نحن سنسحبها، هذا غرر، لأنه البيع أصلا فيه ملك الذات على التأبيد، الإجارة هي اللي التمليك فيها للمنفعة وليس على التأبيد مؤقت، سنة الإجارة التوقيت وسنة البيع التأبيد. الذين أفتوا بالجواز قالوا هي من باب الإجارة، الإجارة هي أن تدفع مبلغا من المال مقابل منفعة، هذه المنفعة تستغلها في فترة محددة، يعني الإجارة ليست على سبيل التأبيد إنما مؤقتة بأجل. فإذا كان الثمن معلوما والأجل معلوما والمنفعة متحققة ويمكن استغلالها فإن الإجارة صحيحة، ولا يهم بعد ذلك هل حصل استيفاء المنفعة أو لم يحصل، حصل استيفاء المنفعة أو لم يحصل. هذا الأخير هو اللي أنا أفهمه في شأن الساعة، أنها إجارة، أنها إجارة وليست بيعا. نعم الذي فهمت من بعض من يتكلم في الاتصالات أن هذه الشركات أصلا تستأجر من شركات أخرى هي التي تملك الأقمار الصناعية اللي من خلالها يتم التواصل، فالشركة نفسها مستأجرة، فالمسألة أقرب إلى إجارة المستأجر، إجارة من المستأجر. نعم نعم شكرا جزيلا لكم أستاذ إبراهيم العمر كل الباحث في الفكر الإسلامي على هذه الحلقة وعلى هذه التوضيحات والإجابات المهمة على أسئلة السادة المشاهدين. مشاهدينا الكرام أقول لكم تحيات فريق البرنامج وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.